بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الفني الزراعي نظام الثلاث والخمس سنوات أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الحيوان للصف الأول الزراعي النهارده هنعمل حلقة مهمة جدا وياريت نركز فيها وهي حلقة مراجعة عامة لما تم دراسته في الفصل الدراسي الأول عايزين ناخد يا اولاد النهارده شويه مراجعات تتنوع ما بين صح وغلط اكمل اختار اذكر اسم المرض اذكر الطور المعدي والعائل الاساسي كل ده واكتر هنشوفه مع بعض في حلقه النهارده يا ريت كل اولادي وبناتي ينتبهوا معايا الاسئله النهارده شيقه وممتعه وعايزه اسمع اجابتكم قبل ما أنا اقولها ان شاء الله اللي مذاكر كويس الحلقات اللي احنا شرحناها هيفهم النهارده معنى السؤال وهيجاوبني باستمرار النهارده هبدا مع بعض معاكم في مراجعه عامه لماده البيولوجي، الاول افكركم زي ما بنفكر بعض كل مره ان ماده البيولوجي بتنقسم الى قسمين قسم النبات وقسم الحيوان، الامتحان بيجي عندي في ورقه واحده النص الاول للنبات ثم ماده الحيوان، نفوق مع بعض ونعرف طريقه السؤال ونعرف ازاي نجاوب ونركز في السؤال طالب مني ايه. هناخد اول نوع من الاسئله وهي هتتنوع ما بين صح وغلط وأكمل واختار النهاردة إن شاء الله هنبدأ بضع علامة صح أمام العبارات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات الغير صحيحة أرى رأس السؤال كويس جدا عشان أعرف هو طالب مني إيه عايزني أحط يا إما المعلومة اللي أنا هقولها دلوقتي صح يا إما غلط أول سؤال هيقابلني تحاط الخلية الحيوانية بغشاء خلوي نركز مع بعض ما قلتش جدار في فرق ما بين الغشاء اللي انا بسميه غشاء البلازما وده موجود في الخليه الحيوانيه ولكن لا يوجد بها جدار خلوي واحنا الوقت بنعمل مراجعه مقارنه ما بين الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه هنقول ده اول حاجه فيها يبقى تحاط الخليه الحيوانيه بغشاء خلوي يسمى غشاء البلازما. يسمى غشاء البلازما وهو غشاء ثلاثي الطبقات شبه منفذ الاجابه اقول ايه يا ولاد صح الاجابه صح لكن لو جه قال لي يحاط بجدار خلوي اقول الاجابه غلط يبقى النهارده اول سؤال هيقابلني ده علامه صح او غلط؟ تحاط الخليه الحيوانيه بغشاء خلوي يسمى غشاء البلازما وهو غشاء ثلاثي الطبقات شبه منفذ انا قلت عليه شبه منفذ ليه يا اولاد لانه يسمح بمرور الايونات والمواد المختلفه لأن ليه غشاء شبه منفذ لانه يسمح بمرور الايونات والمواد المختلفه السؤال الثاني اللي هيقابلني ده علامة صح أو غلط إحنا لسه في الجزئية دي برضه تشكل المواد العضوية ركزوا معايا المواد العضوية 20 ل 30 في المية من حجم البروتوبلازم أقول الإجابة غلط لأنها تشكل 9 ل 10 في المية يبقى أنا دلوقتي ممكن السؤال هنا يجي لي بطريقة تانية وهو أكمل أكون أنا فايقة كويس قوي وأشوف السؤال عايز مني إيه، هل إن المواد العضوية بتشكل عندي 20 ل 30%؟ أقول له لأ، تشكل عندي 9 ل 10%، وممكن يجي يقول لي أكمل ما يأتي تشكل المواد العضوية حوالي نقط من البروتوبلازم أكون أنا طالب فايق وأقول له تشكل حوالي 9 ل 10% ننتقل الى سؤال ثالث ده علامه صح او غلط انا لسه فيه برده الماء يقي الكائن الحي من الجفاف وينظم درجه الحراره اظن السؤال ده سهل جدا لو جه في الامتحان ونأجبه بكل سهوله ان من اهم وظائف الماء انه بيقي الكائن ال... دي حاجه معروفه يقي الكائن الحي وينظم من الجفاف وينظم درجه حراره جسمه اقول الاجابه صحيحه. طيب هنتنقل لنقطة مهمة جدا وما كنا بنتكلم عن تركيب الخلية الحيوانية كنا بنقول بتنقسم إلى أجسام حية وأجسام غير حية النهاردة هو عايز يلخبطني شوية أكون فايق هل الليزوسومات من الأجسام الغير حية في السيتوبلازم؟ الطالب الشاطر سمعاه بيقول لي لا ده الليزوسومات من الأجسام الحية هو جايب لخبطني يقول لي إيه الغير حية لازم اقرا كل كلمه بالتفصيل. هو بيقول لي اجسام غير حيه اقول العباره خطا لان الليزوزومات الليزوزومات من الاجسام الحيه. طب تعالوا بسرعه نشوف ايه هي الاجسام الحيه كده؟ الاجسام الحيه في الخليه كانت اربع حاجات حد يفكرني بيهم الجسم المركزي الاجسام السباحيه جهاز جيولوجي او اجسام جيولوجي الليزوزومات يبقى انا كده الإجابة عندي خطأ لأنها من الأجسام الحية هنكمل مع بعض وناخد الجزئية جزئية مهمة جدا وبتيجي في الامتحان وسؤال متوقع ان يقول لي قارن ما بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية قارن ما بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية من حيث رقم واحد الجدار الخلوي من حيث انا لسه قايله دلوقتي هل يوجد في الخليه الحيوانيه جدار خلوي لا يوجد في الخليه الحيوانيه جدار خلوي ولكن يوجد غشاء بلازمي شبه منفذ شبه منفذ يا ريت نركز مع بعض في النقطه دي هل يوجد للخليه الحيوانيه جدار خلوي اقول لا يوجد للخليه الحيوانيه جدار خلوي ولكن بيوجد جدار صلب سيلولوزي في الخليه النباتيه. أبنائي وبناتي ما تروحوش مني بعيد عايزة نركز شوية على قارن ما بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية السؤال ده سهل جدا وعايزاكم تركزوا في الإجابة بتاعته أول حاجة من حيث الجدار الخلوي بلاقي في الخلية الحيوانية لا يوجد جدار خلوي وكن طالب شاطر وفاهم أن يوجد بها غشاء بلازمي ولكن في الخلية النباتية يوجد جدار سيلولوزي صلب واضح النواة في الخلية الحيوانية أكبر حجماً طب في الخليه النباتيه اصغر حجما نفس الحكايه في السيتوبلازم اكبر في الحيوانيه واقل في النباتيه الفجوه العصريه الفجوه العصريه في حاله الخليه الحيوانيه بتوجد عديده وصغيره الحجم وغير واضحه وغير واضحه لكن في الخليه النباتيه كبيره وتحتوي على العصير الخلوي. تحتوي على العصير الخلوي تعالوا يا اولاد نفكر بعض بالبلاستيدات الخضراء البلاستيدات الخضراء الطالب الشاطر اللي هيقول لي هل بلاء البلاستيدات اللي هي الماده الخضراء اللي هي الكلوروفيل موجوده فين هل الحيوان ذات التغذيه يعني يقوم بعمليه البناء الضوئي وبيأكل نفسه يبقى هل يوجد بلاستيدات خضراء في الخليه الحيوانيه؟ أقول له لا يوجد بها بلاستيدات خضراء، بس بتوجد بوضوح فين يا ولاد؟ في الخليه النباتيه، لأن النبات ذات التغذيه، النبات ذات التغذيه ويقوم بعمليه هامه وهي عمليه البناء الضوئي، يبقى ما يجي يقول البلاستيدات الخضراء أقول له الخليه الحيوانيه خليني فاكر هي الخليه الحيوانيه بتقوم بعمليه البناء الضوئي؟ لا ما بتقومش يبقى لا يوجد بها البلاستيدات الخضراء ولكن توجد في الخليه النباتيه لان النبات ذات التغذيه ويقوم بعمليه مهمه اسمها عمليه البناء الضوئي بناخدها بالتفصيل في الصف الثاني الزراعي الجسم المركزي يوجد الجسم المركزي في الخليه الحيوانيه وله دور هام في عمليه انقسام الخليه اما في الخليه النباتيه لا يوجد تعالوا الحته شيقه جدا اللي هي هيجيب لي في الامتحان يا اما يا اولاد يجيب لي شكل الرسمه ويقول لي هي اسمها ايه يا اما هيقول لي ارسم او بين بالرسم يبقى انا المطلوب مني اجيب ورقه وقلم واتعلم حاجه مهمه جدا ان انا ارسم لو جالي الشكل ده الطالب الشاطر يقول لي هو ايه الشكل ده او ده جاني في الامتحان اقول له الخليه الحيوانيه الخلية الحيوانية يبقى ممكن يجي السؤال ان انا اجيبلك الرسم اقولك اذكر اسم الشكل ده ايه او ان هو يجيبلي بين بالرسم خلية حيوانية يبقى انا في الحالتين لازم اتدرب وارسم شكل الخلية الحيوانيه وطبعا سهله جدا يبقى لو جه في الامتحان قال لي جاب لي الرسمه وقال لي دي اسمها ايه؟ اقول له دي الخليه الحيوانيه، طب لو جالي بين بالرسم الخليه الحيوانيه ده اللي هشوفه بالتفصيل. بعد كده الله على دي الرسمه دي او حد فينا ينساها، الطالب الشاطر سماعه بيقول لي ده ده حيوان ايه؟ البراميسيوم. فاكرين لما كنا بنتكلم عن الحركه يا ولاد؟ وكنا بنقول ممكن يجي لي سؤال بصوره مباشره ويجيب لي الرسمه ويقول لي اسمه ايه الحيوان اللي موجود قدامي ده او يجي يقول لي بين بالرسم حيوان اولي يتحرك بالاهداب بين بالرسم حيوان اولي يتحرك بالاهداب عقلي يشتغل على طول واقول الحيوان الاولي الذي اللي بيتحرك بالاهداب وهو البراميسيوم طب اوعوا تنسوا دي أزعل منكم جدا لو نسينا الرسمة دي الرسمة دي اسمها الأميبا الأميبا يبقى السؤال ممكن يجي لي في الرسمتين دول بصورة مباشرة إن هو يجيب لي رسمة ويقول لي دي اسمها إيه؟ تبقى سهلة جدا الأولانية البراميسيوم وشكلها واضح التانية الأميبا طب ممكن يجي لي السؤال إزاي التاني؟ ممكن يجي السؤال بطريقة تانية خالص يقول بين بالرسم حيوان اولي يتحرك بالاهداب اكون شاطر واقول الحيوان الذي يتحرك بالاهداب مين البراميسيوم اما السؤال في الاميبا ممكن يجي يقول بصوره مباشره زي ما احنا شايفين او انه يجي يقول لي بأ بين بالرسم حيوان اولي يتحرك بالاقدام الكاذبه او بالقدم الكاذب او بالارجل الكاذبه لو جه قال الاقدام الكاذبه صح قال لي اللي الكاذبه صح اقول له على طول مين يا اولاد الاميبا يبقى هنطلع ورقه وقلم ونقعد نتعلم مع بعض رسمه ايه لحد دلوقتي قلنا كام رسمه الخليه ودي مهمة جدا اتنين البراميسيوم ثلاثة اليوجلينا طيب لو جي بصورة مباشرة وحطي لي الرسمة وقال لي اسمها ايه انا عارفة ان انتم شطار وهتقولوها طب لو جي بقى استعمل معايا حتة ذكاء صغيرة كده وقال لي اذكر بين بالرسم حيوان اولي يتحرك بالاهداب اكون شاطر وصاحي واقول الحيوان الذي يتحرك بالاهداب هو البراميزيوم اما الحيوان حيوان اولي يتحرك بالاقدام الكاذبه وهو الأميبة اتنين لرسمه ثانيه جميله جدا وبتيجي برضو في الامتحان إيه الرسم لو جالي الشكل ده هقول ايه جال الشكل اللي قدامي ده هقول له ايه نسيج طلائي عمادي بسيط نسيج طلائي عمادي بسيط طب لو جات لي الرسمه اللي هي ايه زي الشجره دي الخليه العصبيه الخليه العصبيه ابنائي وبناتي احب الرسومات نتدرب عليها علشان نجيب اعلى الدرجات الرسومات سهله جدا ممكن يجي لي السؤال بعدة طرق يجيب لي الرسمة ويقول لي اسمها ايه او ان هو يقول لي اذكر حيوان اولي يتحرك بالاقدام الكاذبة اذكر حيوان اولي يتحرك بالاهداب او ان يقول لي ارس بين بالرسم نسيج طلاء عمادي او خلية عصبية ذات قطبي هنتنقل لنوع تاني خالص من الاسئلة وهو اكمل العبارات الاتية اكمل العبارات الاتية يبقى ممكن صح وغلط اللي أنا قلتها الوقت لي بكذا طريقة أكمل يبدل السؤال بس هي نفس المعلومة هناخد نوع تاني من الأسئلة وبتيجي في الامتحان أكمل العبارات الآتية تتميز الطالب الشاطر هي... هيقول لي دي بسرعة لأنها مهمة جدا تتميز المملكة الحيوانية بامتلاك أفرادها لصفة الحياة التي من خصائصها إيه صفة الحياة في الكائن الحي من غير ما نذاكر ايه صفات الحياه في الكائن الحي؟ واحد الحركه اي كائن حي من اسمه كائن حي لابد ان يتحرك ينتقل من مكان الى اخر. النمو ودي ظاهره مهمه جدا انه بيزداد في زياده حجميه ووزنيه. ثلاثه التنفس التنفس بياخد بي الاكسجين ويخرج ثاني اكسيد الكربون. الاخراج النقطة اللي بعد كده الحساسية والتكاثر، يبقى لو جه قال لي أكمل ما يأتي ركزوا في السؤال ده كويس جدا تتميز المملكة الحيوانية بامتلاك أفرادها لصفة الحياة، إيه صفة الحياة من غير المذاكر؟ إن أنا أكون بتحرك، أكون بنمو، أكون بتنفس، أكون عملية الإخراج، الحساسية بتأثر بالمؤثرات، التكاثر وهو إفراد إنتاج أفراد جديدة ودي خاصية مهمة جدا طيب السؤال اللي بعد كده مهمة تتكون المادة الحية التي تتكون منها أجسام الكائنات الحيوانية والنباتية من واحد الأجسام المركزية اوعى ننسى دي اللي هو بسميه السنترومير. اثنين الاجسام السباحية اللي انا بقول عليها الميتوكوندريا والميتوكوندريا كان في كتب ومراجع قبل كده بتسميها بيت الطاقة وهنقول وظيفتها دلوقتي ثلاثة اجسام جيولوجي يبقى لو جه قال لي تتكون المادة الحية من اقول له التلات حاجات اللي احنا قلناهم دلوقتي النقطة اللي بعد كده من وظائف الأجسام السباحية اللي هي مين؟ الميتاكوندريا وزي ما قلت لكم إن في كتب ومراجع كانت بتسميها بيت الطاقة المي... من وظائفها إيه العمل على إحداث تفاعلات الأكسدة أكسدة الكربوهيدرات وتحليل الأحماض الأمينية والدهنية لانطلاق طاقة نقول تاني وظائف الاجسام السباحيه اللي انا بقول عليها الميتاكوندريا العمل على احداث تفاعلات اكسده الكربوهيدرات وتحليل الاحماض الامينيه والدهنيه لانطلاق طاقه. حته مهمه جدا وهي الحويصلات في الكائنات عباره عن ايه؟ الطالب الشاطر هيقول لي هل الحويصلات اجسام حيه ولا غير حيه؟ احنا قلنا الاجسام الحيه لاربع حاجات اللي حد يفكرني بيهم. اجسام جولوجي الميتوكوندريا السنترومير والليزوسومات. طيب يبقى الحويصلات انا قلتها في الاجسام الحيه يبقى الحويصلات في الاجسام الغير حيه هي عباره عن هو يقول لي الحويصلات في الكائنات عباره عن نقط اقول له ايه يا اولاد عباره عن حويصلات مملوءه بماده سائله حويصلات مملوءه بماده سائله طب وظيفتها ايه تلعب دورا هاما في التنظيم الاسموزي للخلايا النقطه اللي بعد كده حته مهمه جدا وتعالوا نفتكرها لما كنا بنتكلم عن عمليه الانقسام كنا بنتكلم ان الانقسام عندي بيتم بطريقتين مباشر وغير مباشر قلنا الغير مباشر بينقسم الطالب الشاطر اللي هيفكرني دلوقتي بينقسم الى ميتوزي وميوزي انقسام ميتوزي وانقسام ميوزي ايه الفرق بين الاتنين يا ولاد الطالب الشاطر اللي هيفكرني بين الاتنين الاول انا بقول على الميوزي اختزالي ايه سبب ان انا قلته اختزالي لان بيختزل عدد الكروموسومات فيه للنص اوضح الحته دي عشان لو جات لنا في الامتحان يحدث الانقسام الميتوزي في جميع الانسجه الجسميه ما عدا الجنسيه يبقى يحدث لو جه اكمل يحدث الانقسام الميتوزي في جميع الانسجه الجسميه ما عدا الجنسيه طيب يا اولاد طب الانقسام الاختزالي او الميوزي يحدث في الخلايا الجنسيه اللي هي الحيوانات المنويه والبويضات حتى بحب اوضحها باستمرار وبقول ان الانقسام الميتوزي بيحافظ على عدد الكروموسومات ثابته بمعنى ايه؟ لو انا دخلت بخليه فيها 40 كروموسوم هتديني خليتين كل خليه فيها نفس عدد الكروموسومات. اما الاختزال يا ولاد. الاختزالي من اسمه مايوزي او اختزالي بتختزل في عدد الكروموسومات الى النصف. تختزل في عدد الكروموسومات الى النصف. يعني انا لو داخله بخليه فيها 40 هيديني خليتين كل خليه فيها 20. وعشان كده سميته اختزالي يعني ممكن السؤال يقول لي علل سمي الانقسام الميوزي بالانقسام الاختزالي اقول له لان بيختزل في عدد الكروموسومات الى النصف يبقى لو جه في الامتحان قال لي يحدث الانقسام الميتوزي في جميع الانسجه الجسميه اما الاختزالي او الميوزي يحدث في الخلايا الجنسيه اللي هي الخلايا التناسليه الذكريه والانثويه سؤال تاني مهم وبيجي في الامتحان اكمل ما ياتي بتقسم الانسجه الحيوانيه الى نقط ونقط 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 الطالب الشاطر اللي هيفكرني بالنقطه دي بقول نسيج طلائي وخليكم فاكرين وانا بشرح في الحصه قلت لما بنيجي نطلي الغرفه يعني بنحميها يبقى وظيفته حمايه الاعضاء الداخليه والخارجيه يبقى واحد نسيج طلائي، اثنين انسجة ضامة، انسجة ضامة، ثلاثة انسجة عضلية، أربعة انسجة عصبية، يبقى لما يجي في الامتحان يقول لي تقسم الأنسجة الحيوانية إلى أربع أقسام أقول له واحد طلائي ضام عضلي وعصبي. النقطة اللي بعد كده اذكر أنواع الأنسجة العضلية. أذكر أنواع الأنسجة العضلية بقول له نسيج عضلي غير مخطط لا إرادي نسيج عضلي غير مخطط لا إرادي اتنين اللي على طول نسيج عضلي مخطط إرادي رقم ثلاثة عضلة القلب أوعوا تروحوا مني بعيد خلينا فاكرين إن إحنا دلوقتي بناخد في أسئلة أكمل النقطة اللي بعد كده في اكمل برضو وحته مهمه جدا تتراوح كميه الدم في الانسان بين خمسه لسته لترات وتمثل نقط من وزن الجسم او لو تمثل تسعه في الميه من وزن الجسم السؤال هنا ممكن يجيلي ضاع علامه صح او غلط او يجي يقول لي اكمل اكمل تتراوح كمية الدم في الإنسان ما بين إيه يا ولاد وإيه؟ 5 خمسة لستة لتر. تمثل قد إيه من الجسم؟ تسعة المية من وزن الجسم ممكن تجيلي في صح وغلط وممكن تجيلي في أجمل سؤال تاني مهم حتة التصنيف فاكرينها معايا يا أولاد لما كنا قلنا إن أول العلماء اللي قام بمحاولة للتقسيم كان العالم أرسطو يليه العالم جون راي وقلنا إن هو أول من أعطى تعريف محدد للرتب للرتبة التقسيمية خلينا افتكروا معايا كده عرف حاجة مهمة اسمها النوع وهناخد تعريفها دلوقتي في التعريفات يبقى أول من قام أو أعطى تعريف محدد للرتبة التقسيمية جون راي ممكن تجيلي في صح وغلط إنما العالم لينيوس ده أول اللي قام بعملية التصنيف الحديث النقطة اللي بعد كده أكمل تضم المملكة الحيوانية ثلاث تحت ممالك هي مملكة الحيوانات الأولية اثنين تحت مملكه اشباه البعديات وخلينا فاكرين تحت مملكه اشباه البعديات اللي كان منها الاسفنج بالجمال بتاعه وقلنا هل الاسفنج نبات ولا حيوان افتكروا الحته دي ووعوا تنسوها وتحت مملكه البعديات اللي خدنا منها الحيوانات عديده الخلايا وهفكركم بيها دلوقتي يبقى تضم المملكه الحيوانيه واحد تحت مملكه الحيوانات الاوليه اثنين تحت مملكه اشباه البعديات. رقم ثلاثة تحت مملكة البعديات سؤال تاني السؤال ده جميل جدا افتكروه لما كنا بنفرق بين أنواع الإسفنج والطرز المعروفة للإسفنج حد يفكرني كده بالطرز الطراز الليكوني الطراز نقولهم مع بعض كده واحد الأسكوني اتنين السيكوني أظن ما يتنسوش يا ولاد الأسكوني السيكوني رقم 3 اللي الليكوني يبقى لو جه في الامتحان أص... أص... أهم الطرز المعروفة للحيوان الإسفنج أقول له واحد الطراز الأسكوني السيكوني ولا يكون ناخد نقطة تانية تعالوا يا أولاد ناخد حتة جميلة وشيقة جدا وهي الحركة في الأوليات أنا سمع أولادي بيقولولي الأنواع الحركة في الأوليات حد يفكرني وأنا قلتها دلوقتي الأميبا كانت بتتحرك بواسطة إيه يا الأقدام أو الأرجل الكاذبة، أوعى ننسى إن في الأقدام هي الأرجل الكاذبة، يبقى لو جه قال لي أذكر أنواع الحركة في الأوليات، هقول له رقم واحد حركة أميبية، حركة أميبية ودي زي الأميبا بتتحرك بواسطة الأقدام الكاذبة، اتنين حركة صوتية كما في اليوجلينا بواسطة الأصوات من إسمها. حركه صوتيه يبقى بواسطه الاصوات حركه دوديه كما في الجرثوميات حركه دوديه كما في الجرثوميات حركه هدبيه زي البراميسيوم بواسطه الاهداب حد يقول لي يا اولاد انواع الحركه في الاوليات واحد حركه اميبيه كما في الاميبا بواسطه الاقدام اتنين حركه صوتيه كما في اليوبلينا بواسطه الاصوات حركه دوديه كما في الجرثوميات رابعا حركه هدبية كما في البراميسيوم بواسطه الآداء. هنتنقل لنقطه تانية خالص وهي اكتب المصطلح العلمي يعني هيجيب لي التعريف لي اسمه ايه عايزه اولادي بقى يفوقوا معايا كده مجموعه من الخلايا التي تتشابه في التركيب والوظيفه وتربط بينها ماده خلويه تنتجها الخلايا ذاتها. يا رب نكون فاكرين بصوا المفاجأة اسمها ايه انا سمعتكم بتقولوها قبل ما انا اقولها النسيج الحيواني يبقى لو جيب صورة مباشرة اللي عرف النسيج الحيواني اقول له هو مجموعة من الخلايا التي تتشابه في التركيب والوظيفة وتربط بينها مادة خلوية تنتجها الخلايا ذاتها اقول له ده تعريف النسيج الحيواني او يجي يقول لي عرف النسيج الحيواني يبقى نركز مع بعض نتنقل لنقطة تانية وهي تعريف تاني إضافة مواد جديدة إض... طالما إضافة يبقى من غير ما أكمل إضافة مواد جديدة إلى المواد الحية الموجودة بالجسم وبذلك تحت الزيادة في الوزن والحجم ده أقول عليه إيه يا ولاد النمو النقطة اللي بعد كده هناخد مصطلح مهم جدا هو العلم اول درس خدناه لما جيت تعرف علم الحيوان قلت هو ايه يا ولاد؟ هو العلم الذي يهتم بدراسه الحيوانات من ناحيه البناء العام لاجسامها ووظائف اعضائها وعاداتها ودورات حياتها ووسائل معيشتها ونظم حياتها اقول له ايه يا ولاد؟ علم الحيوان. علم الحيوان اوعى نروح اوعى تروحوا مني بعيد وتسرحوا وخلينا فاكرين ان احنا الوقت في اكتب المصطلح العلمي الله الحته اللي جايه دي اللي هي مدى قدره الكائن الحي على الانتقال من مكان لاخر من قبل ما اكمل التعريف اسمه ايه الحركه انا بنتقل من مكان لمكان يبقى ايه الحركه يبقى هي مدى قدره الكائن الحي على الانتقال من مكان الى اخر في الوسط الذي يعيش فيه رغم انه في حالات الحيوانات الدنيا تنعدم هذه الخاصيه نظرا لان مثل هذه الحيوانات رغم تمتعها بالحياه تكون مثبته في مكانها بحكم طبيعه حياتها لو جه طيب قال لي التعريف ده كله ماشي طب لو جه قال لي. هو مدى قدره الكائن الحي على الانتقال من مكان الى مكان سمع اولادي قبل ما اكمل بيقولوا لي ده الحركه. النقطه اللي بعد كده النوع هو اما يجي بسؤال مباشر يقول لي عرف النوع او ان هو يقول لي اذكر المصطلح العلمي او اكتب المصطلح العلمي. ومجموعه من الافراد المتشابهه تماما في التركيب والتي تتزاوج فيما بينها وتنتج افراد جديده ده اللي انا بسميه يا ولادي النوع امتحاننا هيجي سهل ان شاء الله بس عايزين شويه تركيز يا ولاد نفهم معنى السؤال عايز يقول لي ايه في السؤال وعلى اساس ده هقدر احل اكتب الضوء الطور المعدي في كل من سؤال مهم ولازم هيجي في الامتحان. الطور المعدي فاكرين الكوكسيديا يا ولاد لما قلنا ان لو عندي فراخ فراخ او دجاج يعني او بط او اوز او ارانب وجاله اسهال بسميه الاسهال الابيض طبعا والدتك هتقول لي قول لي ده اسم المرض ايه لو كنا فاكرين انا قلت اسمه الكوكسيديا الطور المعدي في الكوكسيديا كان ايه يا اولاد الحويصلات البيضيه الناضقة دي عايزه مذاكره الحويصلات البيضية الناضج طيب اللي بعد كده الدوسنتريا اللي بتسبب مرض ايه يا ولاد الزحار او الدوسونتريا الاميبية الكيس المتحوصل ذو الاربع انوية اوعى ننسى دي الكيس المتحوصل ذو الاربع انوية مرض النوم حد يفكرني بيه اللي بيسببه التريبانسوما التربانسوما وقلنا مرض النوم بيحدث ليه يا اولاد لانها بتستهلك كميه كبيره جدا من الجلوكوز فما بيبقاش عنده طاقه ان هو يقوم من مكانه عايز ينام عشان كده سميناه مرض النوم الملاريا حمى الملاريا ودي اتكلمنا عليها بالتفصيل اوعي تنسوها بسبب مرض حمى الملاريا الاسبروزيتات الاسبروزيتات ناخد طريقه تانية من الاسئله تكلم عن طرق الوقايه والعلاج سؤال مهم وبيجي في الامتحان يجي يقول لي يجيب لي مرض ويقول لي ازاي طرق الوقايه والعلاج طبعا وقايه دي بتتم قبل المرض ما يكون موجود والعلاج لما يكون المرض موجود بالفعل بقوم بعمليه العلاج اول مرض هيقابلني وهو مرض التضرن في القرنب مرض التضرن في الكروم بيجي في الامتحان يقول لي أسك... تكلم عن طرق الوقايه والعلاج في مرض التضرن في الكروم اقول له رقم واحد تجرى عمليه صرف جيد للاراضي ذات المستوى المائي العالي تجرى عمليه صرف جيد اثنين في حاله الاراضي الحمضيه يضاف اليها الجير المطفي بمعدل 700 كيلو جرام للفدان حتى تصبح درجه الحموضه اللي هي البي اتش للتربه غير ملائمه لحياه الطفيل رقم ثلاثة في حاله ونركز على الحته دي كويس قوي في حاله وجود اي تربه ملوثه يجب ازاله جميع الحشائش التابعه للعائله الصلبيه ثم اتباع دوره زراعيه طويله ليه يا لمقدره جراثيم هذا الطفيل على البقاء حيه فتره طويله لمقدرته على البقاء حيه لفتره طويله انتخاب سلالات مقاومه للمرض يعني لما ازرع في البدايه ازرع سلالات تقاوم هذا المرض يبقى المرض اللي خدناه الاولاني وهو مرض التضرن في الكرم اتنين المرض اللي بعد كده الجرب المسحوقي في البطاطس وده جه في سنه قال لي اذكر طرق الوقايه والعلاج في مرض الجرب المسحوقي في البطاطس واحد استعمل تقاوي سليمه من غير ما اذاكر ازرع تقاوي سليمه العمل على انتخاب اصناف مقاومه للطفيل رقم اثنين كما يجب ايضا في حاله الاراضي الملوثه اتباع دوره زراعيه طويله لمده ثلاث او اربع سنوات يبقى واحد استعمل تقاوي وانا لسه بزرع استعمل تقاوي سليمه اثنين في حاله الاراضي الملوثه بتبع دوره زراعيه يعني ما ازرعش السنه اللي بعدها ولا اللي بعدها لمده ثلاث او اربع سنوات وبالنسبه للتربه يجب العنايه بالصرف وعدم اضافه الجير. ليها وده سؤال جه في سنه علل ليه يا اولاد منعا من زياده القلويه جه في سنه قال لي ينصح بعدم اضافه الجير للتربه اقول له ليه الاجابه يا اولاد منعا من زياده القلويه ويستحسن اضافه الكبريت لها بمعدل 900 رطل للفدان عشان نتغلب على اللزوجه عدم عند استخدام تقاوى ملوثه هعمل عمليه تطهير بمحاليل مطهره مثل الفورمالدهايد المخفف السري كده ما تروحوش مني بعيد اهم حاجه عندي نكون مركزين في النقط اللي احنا بنقولها اذكر طرق الوقايه والعلاج خدنا التضرر في الكرنب رقم اتنين خدنا الجرب المسحوقي في البطاطس تعالوا لحتة جميله جدا وهي الانتميبا هوستليتيكا الأنتميبا هوستليتيكا اللي بيحصل أعمل ايه من غير مذاكر؟ واحد غسل الخضروات جيدا، غسل الأيدي بالماء والصابون، عدم تناول خضروات أو غذاء أو ماء ملوث، مكافحة الحشرات التي تنقل الأميبا المتحوصلة. مرض الانتميبا هوستيليتيكا ازاي اعمل له طرق وقايه وعلاج اغسل الخضروات جيدا غسل الايدي جيدا بالماء والصابون ما تناولش خضروات او غذاء او ماء ملوث مكافحة الحشرات التي تنقل الاميبا المتحوصله ناخد مرض جديد وهو الديدان الكبديه من الدروس المهمه جدا الديدان الكبديه رقم واحد من غير مذاكر قضاء العائل الوسيط خليكم فاكرين العائل الوسيط كان كوكع لمنا او لمنيا الاثنين صح كوكع لمنا لمنا او لمنيا في كتب قالت لمنا وكتب قالت لمنيا القضاء على العائل الوسيط اثنين تنظيف المجاري المائية من الحشائش والمحافظة على علائق الحيوانات نظيفة وجافة وعدم رعي الحيوانات بجوار الترع والمصاحف والمصارف والفحص الدوري للحيوانات وعلاج المصاب منها الدوده الكبديه مهمه ممكن تيجي في الامتحان اقضي على القواقع اثنين تنظيف المجاري المائيه من الحشائش المحافظه على علائق الحيوانات والفحص الدوري للحيوانات المصابه وعلاج المصاب هناخد مرض جديد وهو الدوده الشريطيه وفيها سؤال علل بيجي في الامتحان الدوده الشريطيه عدم التبرز قريبا من اماكن تربيه الماشيه واحد عدم التبرز قريبا من اماكن تربيه الماشي تعالوا افتكروا معايا حته مهمه ان احنا لازم نطهي اللحوم جيدا قبل تناولها يعني اللحمه لازم تستوي كويس جدا قبل ما اكلها علل لما ياتي ينصح بطهي اللحوم جيدا قبل تناولها اقول له لمقاومه وعلاج الديدان الشرطي واعدام لحوم الحيوانات المصابه داخل المجزر واستخدام العقاقير لطرد الديدان البالغه ناخد نقطة جديدة هنتنقل بقى كده خدنا شوية من ازاي اعمل وقاية وعلاج عملية الوقاية والعلاج تعالوا مع بعض نشوف اعراض اصابة نشوف مع بعض اعراض اصابة ودي مهمة جدا فاكرين بلازميديوم الملاريا واحنا بنشرحه قلنا ما هي اعراض الاصابة ببلازميديوم الملاريا اعرف ازاي ان المريض عنده ملاريا رقم واحد دور برودة المريض بيشعر ببرودة رهيبة وقشعريرة في جسمه. دور البروده، اتنين دور الحراره المريض بيسخن جدا ويحمر وجهه وعيناه عشان ده حمى هلاقيه المريض حصل له الاول دور بروده بالترتيب يشعر ببرد وقشعريره في جسمه، اتنين دور الحراره بيرتفع درجه حرارته ويحمر وجهه وعيناه مع حدوث حمى، رقم ثلاثة دور العرق الشديد او الغزير بيحصل له عرق وعرق غزير وهبوط ونتيجة الإصابة بفقر الدم وتضخم في الطحال يبقى إزاي بعرف إن المريض مصاب بحمى الملاريا رقم واحد بيظهر عندي ثلاث أعراض بالترتيب إيه هم يا ولاد دور البرودة بيشعر ببرد جامد جدا وقشعريرة في جسمه دور الحرارة ويحمر وجهه ويحصل ارتفاع في درجة الحرارة وده بسميه حمى أعراض الحمى إن المريض بيبقى سخن جدا رقم ثلاثة دور عرق شديد وهبوط نتيجة ايه ان المريض حصل له فقر دم وتضخم في الطحال نتنيل له نقطة تانية اعراض الاصابة بالانتميبا هوستلتكا اعراض الاصابة بالانتميبا هوستلتكا واحد قرح متسعة في الامعاء تنفجر باستمرار ويكون البراز مختلط بالدم والمخاط قرح متسعة في الامعاء تنفجر باستمرار ولاحظ ان البراز عندي ايه يا ولاد مختلط بالدم والبراز اثنين هذا المرض يبقى فترة طويلة قد تمتد طول الحياة قد يمتد طول الحياة ثلاثة مما يزيد من خطورة الانتاميبا تصل إلى الشعيرات الدموية الموجودة بجدار الأمعاء وبتسبب لها التهاب ايه شديد جدا يؤدي إلى تكوين خراج فيها كما قد ينشأ عن الأميبا أحيانا خراجات بالرئة ونادرا بالمخ النقطة اللي بعد كده هناخد أعراض إصابة جديدة بالبلهاريسيا فاكرين يا أولاد البلهاريسيا اللي قلنا مات منها أعداد كبيرة جدا نتيجه ما كانش في وعي بمرض البلهارسيا ولكن بعد كده اشتغل القنوات التلفزيون واشتغل كل وسائل الاعلام في انها تحذر الناس من اعراض من الاصابه بالبلهارسيا عشان كان في جهل كانوا بينزلوا الميه بتاعه الترع والمصارف وفيها بتنتقل عن طريقها وبيحس المريض اول حاجه ان هو التهابات على الجلد بيحصل ليه التهابات على الجلد بيفضل في منطقه في الاصابع في المنطقه الرقيقه ما بينها بيحصل ايه التهاب على الجلد مكان اختراق السيركاريا السيركاريا وهي داخله البلهاريسيا كان بيشكل خطوره كبيره علينا جدا قبل ما نعرف العلاج بتاعه وازاي اقي نفسي منه ديدان البلهاريسيا اعرف ازاي ان الشخص المصاب واحد وجود التهابات على جلد الشخص المصاب نتيجة اختراق السركارية النقطة المهمة وجات في سنة يقول لي علل لما يأتي حدوث احتقان في المسانة والتهاب في المستقيم وآلام عند التبول والتبرز مع ظهور الدم في البراز جي سنة قال لي اذكر اسم المرض وجاب لي دي وفي سنة تانية قال لي علل لما يأتي حدوث احتقان في المثانه والتهاب في المستقيم والالام عند التبول والتبرز وظهور دم في البول والبراز او نتيجه الاصابه بالبلهارسيا وخلينا فاكرين ان انا عندي نوعين من البلهارسيا بلهارسيا المجاري البوليه وبلهارسيا المستقيم والقوقع اللي موجود هنا غير اللي موجود هنا وهنقول ده دلوقتي يبقى عندي اعراض الاصابه بالبلهارسيا التهاب على الجلد مكان اختراق السركاريا احتقان في المثانه والتهاب في المستقيم والام عند التبرز والتبول مع ظهور دم في المخ ومخاط في البول. يبقى هنا ممكن يجي يقول لي يا اولاد السؤال اذكر اسم المرض وقول لي حدوث احتقان في المثانه تمام والام عند التبرز والتبول. ووجود دم في البراز اقول له ده نتيجة الاصابة بالبلهارسيا او يجي ده ويقول لي اذكر اسم المرض يبقى انا واحد التهاب على الجلد مكان دخول السيركاريا اتنين وجود احتقان في المسانة والتهاب في المستقيم والام عند التبرز والتبول وبلاء ظهور دم في البول والبراز تكوين انسجة ليفية وتضخم في الكبد والطحال تضخم في الكبد والطحال. نيجي لنقطه مهمه تانية ونقول اكتب اعراض الاصابه بالدوده الكبديه. فاكرين الدوده الكبديه يا ولاد؟ ايه هي اعراض الاصابه؟ رقم واحد حدوث نزيف موضعي، حدوث نزيف موضعي في جدار المعده والكبد، حدوث نزيف موضعي في جدار المعده والكبد، اثنين تليف الكبد، انسداد القنوات الصفراويه والاصابه بالصفرا. الإصابة بالصفرة وظهور أعراض فقر الدم حتة مهمة قوي الدودة الشريطية الدودة الشريطية سوء هضم مصحوب بإسهال أعرف إزاي إن المصاب عندي مصاب بالدودة الشريطية سوء هضم مصحوب بإسهال وقيء وفقدان في الشهية هنتنقل لنقطة تانية خالص اذكر مميزات قبيلة المساميات اللي هي الاسفنجيات فاكرين يا ولاد لما كنا بنقول ليه سميت المسميات بالاسفنجيات قلت لوجود عدد كبير من الثقوب بالجسم لوجود عدد كبير من الثقوب بالجسم يبقى هنا اذكر مميزات سؤال ممكن يجي لي اذكر مميزات قبيله المساميات اللي هي الاسفنجيات اللي هي نظائر البعديات واحد الحيوانات ذات تماثل شعاعي او عديمه التماثل الحيوانات ذات تماثل شعاعي او عديمه التماثل اثنين وجود ثقوب على الجسم وجود ثقوب عديده على الجسم وقنوات او غرف يمر بها طيار من الماء لها تجويف واحد للجسم هو التجويف نظير المعدي مبطن بخلايا طوقية صوتية ويتم الهضم داخل الخلايا يوجد هيكل داخلي يتركب من شويكات دقيقة بلورية الشكل أو من ألياف عضوية تعالوا نقول حتة مهمة جدا وهي التكاثر عند نوعين تكاثر جنسي وتكاثر لا جنسي قلنا التكاثر الجنسي اللا جنسي عندي بثلاث حاجات حد يفكرني بيهم تجدد اثنين التبرعم ثلاثة تكوين الضرائر يبقى لو قال التكاثر اللا جنسي اقول له ايه يا ولاد منه ثلاث حاجات التجدد التبرعم وتكوين الضرائر اما الجنسي بتكوين البويضات والحيوانات المنوية تكوين البويضات والحيوانات المنوية هنتنيل يعني لنقطة مهمة جدا يقول لي اذكر اسم المرض. يعني مثلا التربانسوما تسبب مرض نقط. حد يفكرني لما قلنا بتتغذى على جلوكوز المو... بتستهلك كمية كبيرة جدا من الجلوكوز الموجود في الجسم عشان كده بيسبب لها مرض النوم. يبقى واحد التربانسوما تسبب مرض النوم. اتنين الأنتميبا هوستليتيكا بتسبب الدوسونتريا الأميبية اللي هو بين الزحار. رقم ثلاثة بلازميديوم الملاريا من اسمها تسبب مرض حمى الملاريا رقم أربعة كوكسيديا الأرانب تسبب مرض الكوكسيديا النقطة اللي بعد كده حتة مهمة قوي أو يا أولاد وبتيجي في الامتحان وعلشان هي واخدة حي الصغير في الكتاب احنا بننساها النوزيمة النوزيمة بتسبب في دودة الحرير بتسبب مرض مهم جدا اسمه الارتخاء اسمه ايه يا ولاد الارتخاء خلينا فاكرين انه زيما عشان هي حته صغيره بننساها في المذاكره ده بيجي فيها سؤال مهم جدا بيقول النزيمة تسبب مرض نقط في دوده الحرير اقول له بتسبب الارتخاء المهلك ممكن يجي لي السؤال بصيغه ثانيه ويقول لي اكمل ما ياتي من الجرثوميات التي تتطفل على الانسجه الضامه نقط النزيمة وفي حشرة نقط دودة الحرير وتسبب مرض بسميه الارتخاء المهلك في دودة الحرير طب دودة البقر الشرطية عايز اعرف ايه العائل الاساسي العائل الوسيط والطور الدار العائل الاساسي الانسان العائل الوسيط الابقار الطور الدار؟ الدودة المسانية المتحوصلة في اللحم اوعى ننسى الدودة الشرطية يا ولاد اوعى ننسى ان الدوده الشريطيه العائل الاساسي بتاعها انا عايزاكم تجيبوا ورقه وقلم وهنعمل جدول هنقول اسم الحي... المرض ونقول فيها اسم العائل الاساسي ايه اسم العائل الوسيط الطور الضار بتسبب مرض ايه لو عملنا الجدول ده واحنا داخلين امتحان هنراجعه هيبقى سهل جدا يبقى دودة البقر الشريطية العائل الاساسي الانسان العائل الوسيط الابقار العائل الطور الدار الدوده المسانيه المتحوصله في اللحم البلهارسيا هو هنا حدد لي بالهارسيا المجاري البوليه انا عايز افرق بين حتتين مهمين وبيجوا في الامتحان افرق بينهم ازاي عندي انواع البلهارسيا الطالب الشاطر اللي هيفكرني بيها وقول لي هما ايه عندي نوعين بالهارسيا المجاري البوليه وبالهارسيا المستقيم بالهارسيا المستقيم وبالهارسيا المجاري البوليه العائل الاساسي في الاثنين الانسان طب العائل الوسيط نركز اه نركز نقول العائل الوسيط ايه يا ولاد عندي لو كان بالهريسيا مجاري بوليه يبقى قوقع بولينس بالهريسيا المجاري البوليه قوقع بولينس طب لو بالهريسيا المستقيم قوقع البيموفلاريا قوقع البيموفلاريا اولاد عايزاكم تركزوا جدا في البلهاريسيا في انواع البلهاريسيا الاثنين البلهاريسيا المستقيم والبلهاريسيا المجاري البوليه اذا قال لي المجاري البوليه يبقى زي ما انا شايفه كده العائل الاساسي الانسان الوسيط قوقع بولينس الطور الدار السركري. طب لو قال لي المستقيم العائل الاساسي الانسان ولكن العائل الوسيط قوقع البيموفلاريا اما الطور الدار السيركريا اخر حاجة الدودة الكبدية اللي هي العائل الأساسي ليها الماشية والعائل الوسيط قوقع علمنا والطور الدار السركرية المتحوصلة خلينا فاكرين ان احنا الترم ده اشتغلنا على شوية حاجات كانوا مهمين جدا انتهينا منهج الترم الأول انتهى عندي بالدودة الشريطية هنبتدي يعني منهج الترم الجديد بالديدان الأسطوانية اللي منها الإسكارس والإنكلستوما والكلام ده ده ان شاء الله بداية الترم القادم لكن احنا هنا خلينا فاكرين ان نهاية منهج الحيوان كان عنده الدودة الشريطية خلينا فاكرين الرسومات نركز عليها كويس جدا اتمنى نجيب ورقة وقلم ونرسمها ونعمل جدول نكتب فيه الحاجات اللي خدناها ونقول الطور الأس... العائل الاساسي العائل الوسيط واسم المرض وايه الطور المعدي ايه اعراض الاصابة اللي بميزها من حاجه لحاجه ايه اعراض الوقايه والعلاج، أولاد ولادي وبناتي أحب تذاكروا كويس جدا أحب إن شاء الله نشوف مع بعض درجاتنا بعد انتهاء الترم الأول يا رب ينجحكم ويوفقكم في اللي جاي بإذن الله أنا متأكده إن ولادي وبناتي اللي بتابعوا الحلقات خدوا قدر كافي من ماده الحيوان الترم ده وأتمنى إن شاء الله أشوفكم علي خير و المادة عندنا تكون فهمناها ونقدر ندخل الامتحان ونركز فيه بإذن الله ونجيب أعلى الدرجات هتوحشوني لبداية الترم الجديد كل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته